سلام عليكم سلام سلام، شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام، فالعم يزيد يرحب بكم. كما وعدناكم عم يزيد يزور مدن الوطن، الثلاثاء 27 نوفمبر بمدينة عين التركي، الخميس 29 نوفمبر بمدينة عين الشياخ على الثانية مساء، الجمعة 30 نوفمبر بمدينة عين الزال ولاية سطيف لأول مرة بالقاعة متعددة الرياضات على الثالثة مساء، السبت 1 ديسمبر بمدينة قلمة لأول مرة وهذا مع روضة جنة الأطفال بدار الثقافة على الثانية مساء. كونوا في الموعد، الدخول مجاني للأطفال وأوليائهم. يوزع على الحضور مجانا آخر إنتاج لعمو يزيد، قرص فيه 32 أغنية مع كتيب للكلمات. قلمي قلمي صغير الحجم ولكن بفضلك سمت كل الأمم نحو القمم. كونوا في الموعد. علبات ألوان أحفظها في أحلى مكان، ألون بها رسولا. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد، حمل التطبيق في البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية، بعد التحميل والتفعيل اكتشف كل الحصص كل الحفلات كل اللقاءات الصحفية وأكثر.